ألو ألو، صبحكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى للجميع الصحة والعافية. المدرب يأتي بالفريق يلعب على قولين، تقسيمة في نصف الساعة بس، ويعطي شرط تعليمي بسيط بعد أن يحدد منطقة وسط. يقول اللعب حر في كل نصف الساحة فيما عدا منطقة الوسط، اللعب يكون بها ليس بأكثر من لمستين، يعني تو تاتش، أنا كاتب تو تاتش أريا، ولكن يسمح بالدحرجة فيها بس، يتوكل على الله. من أحسن تمارين التكتيك المزدحمة، يعني بنصف الساحة من تلعب أنت 11 against 11 تكون الساحة مزدحمة، يكون المنافس دائما قريب على المنافس، فتضع الفريق تحت الضغط الكامل في جيم تكتيكي ممتاز، ليس أكثر وليس أقل، وينعدم فيه الكوتشنج، المدرب يتحول إلى متفرج ليشاهد ويرصد إمكانية الفريق كاملا، يعني التشكيل الأساسي والفريق الآخر الاحتياط باللعب في مثل هذه الوضعيات التي تسمى بالتكتل، سواء بالدفاع أو بالهجوم. كل فريق يسعى إلى دائما تغيير متطلبات اللعب باتجاه ساحة المنافس، ويثبت بنفس الوقت متطلبات التكتل الدفاعي عندما لا تكون الكرة معه. من أحسن التمارين اللي أنا أفضل للمدربين اللي يمتلكون الأحسن بالتأكيد مني أن يجربوها دائما دائما دائما، وهي أشكال مختلفة للعب، إحنا نسميه التقسيمة سكريمج جيم، مباراة لعب لكن بنصف الساحة وبشرط اللعب في المنطقة الوسطى. ممكن أن تضع المنطقة الوسطى وتضع شروط اللعب فيها. أنا موفق المولى، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى. اللهم انصر فلسطين وشعب فلسطين، قولوا آمين. شكرا جزيلا.